صباح الخير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رايحين نديروا نموذج في الرياضيات للفصل الاول، يعني اختبار مجموعة من التمارين. ان شاء الله تكتبوه، ما تعجزوش وتحلوه مع اطفالكم. نبداو على بركة الله. عندنا التمرين الاول، احسب العمليات الاتية. نبداو بالجمع ومن بعد نروحوا للطرح. عندي 5 زائد 8، دركا راهم سنة تانية، يتعود بلي 8 يحطها في راسو ويضيف 5، 8، 9، 10، 11، 12، 13. دونك 5 زائد 8 تساوي 13، 8 زائد 1 9، عندي 14 زائد 3، معليش نحطو 14 في راسنا و 3 في يدنا، 14، 15، 16، 17. كاين اللي يعرفوا الوحدات مع الوحدات، كاين رانا نقولوا كاين، 17. عندنا 23 زائد 4، 23، 24، 25، 26، 27، بهاد الطريقة. نروحوا للطرح. عندي 28 ناقص 3، 19 ناقص 6، 11 ناقص 1، و 7 ناقص 5. نصيحة من عندي، كل أم تسقسي ولدها ولا بنتها تشوف الطريقة تاع الأستاذة اللي راهي تحلهم بها، هكذا باش ما يتخلطش وليدك. ماشي انتي توري له طريقة في البيت والشيخة راهي تخدم بطريقة أخرى، ومن بعد هذاك الطفل اللي شغل يتخلط وكابابل يغلط، يعني شغل ما راهوش، يعني كيما يقولوا سنة أولى وسنة تانية مازالهم راهم يتكونوا، مازال ما شغل مازال ما حكمش بيان. كي يطلع للثالثه الرابعه خلاص يولي يتحكم، يدير الطريقه ديالو ولا اللي يفهمها، هذيك حاجه وحده اخرى. مي هنا نو، دركا تقولي له 28 يعني عدد كبير، تنقصوا له عدد صغير، كيفاش راكو ديروه مع الاستاذه ديالكم؟ الا راكو ديروا طريقه الخشيبات، ولا هذا ديروه عمليه عموديه في المسوده هكذا، ومن بعد تنقصوا عادي، ولا هي افقيه هكذا، عندك وحدات وحدات، تروحي تنقصي هذا من هذا وتحطي الوحدات ديالك وتحطي العشرات، يعني الطريقه راهي تولي ليكم مع اولادكم. انا الطريقه اللي نفضلها وتكون يعني سليمه للطفل مسوده ويحل بعمليه عموديه هكذا، ما يغلطش، هنا كابابل يغلط. دونك هنا عندنا 25، 19 ناقص 6، 9 ناقص 6 عندي 3، 1 ناقص لا شيء عندي 1، 11 ناقص 1 10، 7 ناقص 5 باغ اكزومبل هادية ساهلة، راح يدير في يديرها في يدو وينقص هاد الخمسة يقعدوا له 2. التمرين الثاني، أكمل بالعدد المناسب. 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23. التمرين الثالث، اكتب بالحروف أو بالأرقام الأعداد التالية. مدولي 16، 14، 17، و 5. 16، عندي 14، 17، 5. 5. صح. نروحو للتمرين الرابع، ضع الرمز المناسب أكبر وأصغر. 7 و17، 21 و12، 19 28، 25 21. هنا في التمرين الرابع، شوفوا كاين أمهات راهم يبعثوا لي في الانستغرام يقولوا لي راهم يقراو من اليسار إلى اليمين إلى آخره،
كنت وقت حليت سوجي ولا تاع اصغر واكبر. انا نقول لكم هنا تاني اتبعوا الاستاذه. درك انا ما نقدرش ندير نكتب ستة ونكتب هكذا. انا ما نقدرش نقراو ثلاثة اصغر من ستة، ما نقدرش نقراو العربية هكذا. نعرف انا واحد اصغر من ثلاثة، نقراو هكذا ما نقراوش هكذا. صح، انا هذه عندي مفروغ منها اصغر واكبر. وانتوما تاني تاكدوا مع الاساتذه تاع ولادكم هنايا اكبر واصغر. راهم يقولوا لي رانا نقراو من اليسار الى اليمين. قلت لكم تبعوا طريقه تاع الاستاذه تاع كل ام، تبع طريقه تاع الاستاذه اللي تقري وليدها ولا بنتها. انا عندي هنا سبعة وعندي سبعة عشر. انا كي نقراها هكذا حنقول سبعة اصغر من سبعة عشر هكذا، وكي نقراها هكذا حنقول سبعة عشر اكبر من سبعة، ورايحه ندير هذا. عندنا واحد وعشرون اكبر من 12. كي نقراوها هكذا رايحين نديروا هذا الرمز، دونك هكذا نقرا 12 منا. 12 اصغر من 21. عندي 19 اصغر من 28، وعندي 25 اكبر من 21. انا الطريقه اللي كنت نقري بها يعني التلاميذ وما كانش عندي مشكل معاهم، طريقه تاع زمان، هذا اكبر وهذا اصغر. نروحوا للوضعيه الادماجيه. لعب رائد مع اصدقائه في الصباح فربح 14 كرية، ثم لعب في المساء فربح 6 كريات، كم كرية صارت عند رائد؟ اربح 14 كرية في الصباح، زاد لعب في المساء وزاد ربح واحد اخرين، صافي دير هادوما كانوا عنده وزاد ربح ستة واحد اخرين. واش من عملية؟ عندنا عملية الزائد. دونك 14 زائد ستة وشنو هي؟ هي 20. 14 في راسي ونحط ستة، 15 16 17 18 19 20. اصبح او صار عند رائد 20 كرية. وبهذا نكونوا كملنا النموذج تاعنا لنهار اليوم. ان شاء الله يستفادوا منه اطفالكم. نقول لكم تهلاو في رواحتكم وفي وليداتكم، وسلام.